النهاردة كان اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة وبطبيعة الحال برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. طيب أعلن الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الاجتماع نجاح وزارة المالية في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر. قيمته قد إيه؟ 1.5 مليار دولار. طيب دكتور مصطفى أكد أنه تقدم أكثر من 250 مستثمر في مختلف أسواق المال العالمية لهذه الصكوك. طيب ده معناه إيه؟ أنا واخدك بس واحدة واحدة وتاتا تاتا خطوة خطوة. طيب 250 مستثمر من الأسواق المالية العالمية ده معناه إيه؟ ده معناه الدعم والثقة في جهود الحكومة المصرية وفي تنويع مصادر التمويل. تعال ناخد معانا على التليفون عشان بس احنا عاوزين نفهم اكتر مسألة هذه الصكوك الإسلامية الأول يعني ايه، لأول مرة نصدرها ده يساوي ايه، 1.5 مليار طب اتغطت كم مرة، وده سؤال برضو مهم. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم، مساء الخير. ازاي الصحة؟ كله تمام الحمد لله. تمام. يعني ايه الصكوك السيادية الإسلامية يا فندم؟ طيب هي الصكوك هي عبارة عن أدوات دين، أدوات تعتبر أدوات بديلة سيادية، معناها إنه الحكومة متمثلة في وزارة المالية هي اللي أصدرتها. والحقيقة إسلامية، يعني هي أي صكوك يعني بيبقى مفهوم إنها إسلامية. إسلامية بمعنى إنها بتطبق مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى فكرة هي مش يعني الأداة دي أداة عالمية ومتداولة عالميا وفي بلاد كتيرة جدا موجودة، ومش شرط انها تكون بلاد إسلامية، يعني هي بس الأداة نفسها واخدة هذا الطابع. طيب تختلف ايه عن اي صك سيادي كنا بنصدره قبل كده او اي أداة دين كنا بنصدرها قبل كده؟ لا احنا الاول مرة الحقيقة بنصدر صكوك سيادية. قبل كده كنا بنصدر سندات، سواء سندات دولية أو سندات مثلا ساموراي أو سندات خضراء، يعني ده موضوع شوية يختلف عن الصكوك. أيوة هو السؤال بقى إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الصكوك بيبقى وراها أصول، يعني بيبقى فيه شركة تسقيق، بيبقى فيه اصول يعني باكت اب باسيت عظيم، او يعني هذا اداه الدين مسنوده بالاصول، مدعومه باصول او ليها خلفيه في الاصول. ايوه وده اللي بينطبق عليه ان احنا بنقول انها بتطبق مبادئ الشريعه الاسلاميه. عظيم جدا. طيب حجم الاصدار كان 1.5 مليار مش كده دولار؟ تمام. اتغطى قد ايه من وقت الطرح أفندم؟ اتغطى منه قد ايه من وقت الطرح؟ هل اتغطى كله او ضعفه او اكتر؟ احنا غطينا 4 اضعاف الحقيقة. احنا كنا نازلين وعارفين ان احنا عايزين 1.5 مليار دولار، وجالنا طلبات شراء بما يعادل 6.1 مليار دولار، وباكتر من 250 طلب شراء. طيب ده معناه ايه؟ ايوه بالبساطه كده انه لما انا ببقى عايزه نسبه معينه او يعني قيمه معينه، والاقي ان في عدد طلبات كتير جايلي، وكمان قيمه الطلبات دي بتغطي القيمه اللي انا طلباها اكتر من مره، بل بالعكس 4 مرات، بقدر ساعتها ان انا اضغط في السعر. وده بالفعل اللي حصل امبارح. احنا فتحنا الطرح عند حوالي 11.625، وقدرنا ان احنا ننزل ل 10.875. فده معناه ان احنا اخذنا الاصدار اللي احنا عايزينه بسعر اقل بحوالي 75 نقطه اساس من السعر اللي فتحنا بيه، وده كان على يعني بمساعده ان احنا جالنا الطلبات الكتيره. طيب الطلبات الكتيرة والتغطية لأكثر من ضعف، يعني احنا وصلنا إلى 4 أضعاف 4 مرات. ده يعكس، لو أنا فاهم مظبوط، يعكس حجم الثقة في هذه الصكوك، حجم الثقة مظبوط في قدرة الحكومة.
ده حضرتك أولا بيعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، لأنه مهما نزلنا ومهما نزلنا بأسعار غالية، لو ما فيش ثقة من المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري مش هنلاقي حجم الطلبات ده، ومش هنلاقي حجم التغطية دي، ومش هنلاقي، ممكن ما نلاقيش حتى الطلبات اللي تغطي لنا حتى القيمة اللي احنا محتاجينها. فكون ان احنا شهدنا 4 أضعاف تغطية بعدد كبير من الطلبات اللي وصلت 250 طلب، فده يعني عكس الثقة بتاعت المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وفي الحكومة المصرية انها تقدر تسدد هذا الإصدار. هل في خطوات تانية ممكن تتبني على هذه الخطوة؟ يعني هل ده معناه انه ممكن الحكومة قدام شوية تبدأ تعمل طرح جديد لصكوك جديدة بهذا الشكل، مبنية على انه عرفت انه المستثمرين في اسواق العالمية عندهم ثقة في سياسات الحكومة المصرية؟ الحقيقة السكوك، برنامج السكوك احنا اعلنا ان هو هيبقى في حدود $5 مليار. نزلنا امبارح ب1.5 مليار دولار، فاضل 3.5. واحنا دايما دايما بنبقى جاهزين، يعني بنبقى عاملين اجراءاتنا ومخلصين ورقنا وكل حاجة، بحيث اول ما نلاقي فرصة فتحت في الاسواق العالمية باسعار كويسة، او يعني نقرر ان ده وقت جيد، بنروح على طول. ده على فكرة مش بس بالنسبة للسكوك، ده بالنسبة لأي من الطروحات الأخرى، أو سواء السندات خضراء، سواء مثلا سندات بعملات أسيوية وهكذا، لأن طبعا الأسواق العالمية أسواق متقلبة، وبالحالة الصعبة اللي الاقتصاد العالمي بيعدي بيها، والاقتصاديات برضو الدول الناشئة ومنها الاقتصاد المصري، فبيبقى فيه يعني زي بيقولوا window of opportunity، أو يعني نافذة لفرصة جيدة. فلو الواحد مش جاهز بيعدي الفرصة دي، إنما إحنا دايما بنحاول نكون جاهزين علشان أول ما الفرصة دي تتيح نفسها إحنا بنخش في الأسواق بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 أستاذة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، ألف ألف شكر.